السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أخبار السابعة من التناصح نستهلها بالعناوين. فضيلة مفتي الديار الليبية يدعو المسؤولين للنظر في احتياجات المواطن وإيجاد حل لكافة الأزمات. في ظل تواصل الاشتباكات في درنة، وصول تعزيزات عسكرية إلى ميليشيا الكرامة. مهندسو النهر الصناعي الأجانب المختطفون يستغيثون لحكومات بلادهم لإنقاذهم. إليكم بالتفاصيل، حيث نبه فضيلة مفتي ديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، نبه المسؤولين أن ينظروا إلى مسؤولياتهم، مشيرا إلى تضرر الكثير من الناس بسببهم. أقول للمسؤولين في بلادنا نصيحة، والله نصيحة غالية عليهم أن يأخذوها، ينظروا إلى هذه المسائل كلها، كل واحد منهم في قطاعه. المسؤول عن الكهرباء تضرر منه ناس كثيرون في مخابز وفي ورش وفي مصحات وفي مستشفيات وفي بيوت، وهي كثيرة لا تستطيع أن تحصيها. والمسؤول عن الاقتصاد تضرر منه ناس كثيرون، منها ابتداء من رغيف الخبز وغير ذلك من غلاء الأسعار. إلى ذلك، أوضح فضيلة مفتي الديار أنه من الواجب الشرعي والمنطقي حين تحصل الأزمات في البلاد أن يراجع المسؤولون أنفسهم عن أسباب هذه الأزمات. أقول لهؤلاء المسؤولين جميعا في كل قطاع، سواء كانوا وزراء أو كانوا في مجلس يعني دولة ولا مجلس برلمان ولا رئاسي ولا وزير ولا كل مسؤول في قطاع، الله إن المسؤولية عليكم جميعا، وكل ما يتضرر منه الناس هو في أعناقكم. والواجب الشرعي والواجب المنطقي والواجب بالعقل أنه عندما تحصل أزمات، مثلا احنا عندنا أزمات كثيرة نأخذ منها مثال، كهرباء وهجرة غير شرعية وارتفاع أسعار وسيولة، من يعنيهم هذا الأمر؟ ابتداء من المجلس الرئاسي، مصرف ليبيا، وزير الاقتصاد، وزير المالية، وزير العمل، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، يقول يلا نجلس جميعا، ما في مشكلة، ما ليش حل، لماذا هذا البلاء وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، ما هو السبب؟ يبحثون عن الأسباب، فإذا كانوا هم مخلصين. في شأن آخر، نعى فضيلة مفتي الديار الليبية نعى الشيخ خليل قرطع وهو عضو دار الإفتاء في مدينة مصراتة. أحب أن أذكر أحد شيوخ داي الإفتاء المتميزين الذي فقدناه يوم أمس، وهو الشيخ خليل، وكان أحد المفتين بدار الإفتاء بفرع داي الإفتاء بمصراتة، وكان فقيها متمكنا وشخصية متميزة، أحبه أهل مصراتة، أحبه أهل مصراتة والتفوا حوله، وذلك لسماحته ودماثة خلقه. Thank you.
هذا وكان دار الإفتاء الليبية قد نعت الثلاثاء عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء فرع مصراتة فضيلة الشيخ العلامة خليل قرطع. وقالت الدار في بيان مقتضب لها أن الشيخ قرطع وفته المنية إثر مرض ألم به، داعية الله أن يتقبله في عليين ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. هذا ويعد الشيخ خليل قرطع أحد علماء مدينة مصراتة، وعمل كمحفظ وإمام ومعلم في عدد من المساجد. أعلن المكتب الإعلامي لميليشيات الكرامة وصول تعزيزات إلى محاور القتال في مدينة درنة. وقالت شعبة الإعلام الحربية التابعة للكرامة أيضا أن وحدات من اللواء 106 والكتيبة 210 مشاة وصلت إلى درنة بغية مساعدة غرفة عمليات المختار في محاور المدينة القديمة والمغار وسط المدينة. يأتي ذلك في ظل تواصل المعارك في محور وسط درنة، رغم إعلان قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر سابقا السيطرة التامة على المدينة. في شأن آخر، نشد 4 عمال أجانب مختطفين وهم 3 من الفلبين وكوري جنوبي تابعون لجهاز النهر الصناعي في شريط مرئي بثته إدارة المنطقة الجنوبية في منظومة الحساونة سهل جفارة. نشدوا رئيسي دولتي الفلبين وكوريا الجنوبية إلى السعي الحثيث إلى إطلاق سراحهم، وذلك بعد اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المختطفين 4 في مكان غير معلوم وسط الصحراء وهم يناشدون رؤساء دولتهم الإسراع لإنقاذهم من الاختطاف. Please help us. We are working Al Nahar company in Tripoli. Mr. President, please help us. Mr. President, please. I have baby, wife, no money in Philippines. I only come live here to work. Please help my family. ناقش الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع وزير خارجيته خميس الجهيناوي نتائج زيارة الأخير إلى ليبيا الأسبوع الماضي. هذا وبحسب الخارجية التونسية فقد قدم الجهيناوي، وذلك خلال هذا الاجتماع الذي أقيم في قصر قرطاج، قدم تقريرا كاملا حول تطورات الأوضاع في ليبيا ونتائج زيارته الأخيرة إلى بنغازي في إطار المبادرة الرئاسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا. هذا وبحث كل من السبسي والجهيناوي الجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيره البريطاني غريم هانت بالعاصمة الفرنسية قضايا مشتركة ومن بينها تطورات الملف الليبي. هذا ووفقا للخارجية الفرنسية فإن المناقشات ركزت على القضايا الدولية الرئيسة بما فيها الوضع في ليبيا. وأشارت الوزارة بحسب ما نشر على موقعها الرسمي لأن هناك تقاربا واسعا في وجهات النظر بين فرنسا وبريطانيا حول العديد من القضايا الدولية الرئيسية. في شأن آخر، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خالد التواتي أن هناك نوايا مبيتة لإنهاء عمل الهيئة، مؤكدا أن المادة 8 في قانون الاستفتاء مخالفة للإعلان الدستوري. هذا وأضاف التواتي أن مصورة قانون الاستفتاء قد أخفيت عن أعضاء مجلس النواب، وعند الكشف عنها في جلسة الاثنين تبين أنها معيبة، مستغربا تمرير هذه المادة قبل أن يناقشها أعضاء النواب باستفاضة. هذا ودعا التواتي المجلس الأعلى للدولة إلى التواصل مع النواب للاتفاق على صيغة مشتركة لقانون الاستفتاء على الدستور كما ينص عليه اتفاق سخيرات. هذا وكان مجلس النواب قد فشل خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء في التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور بسبب خلافات بين الأعضاء بشأن المادة 8. وعلق المجلس وللمرة الثانية على التوالي جلسته المخصصة لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور وسط خلاف بين الأعضاء.
هذا وقال رئيس المجلس عقيل صالح أن الجلسة تعلق إلى الأسبوع بعد القادم، وذلك لاستكمال النقاش حول إصدار قانون الاستفتاء. هذا ونصت المادة 8 على انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في حال عدم نيل مشروع الدستور ثقة الشعب الليبي. تتواجد الأسبوع الجاي ولا لا؟ اللي بعده والله يجزيك. يا سيد الرئيس. اللي بعده. يا سيد الأمر واضح. اللي بعده. تعلق الجلسة. للمرة الثانية على التوالي يفشل مجلس النواب المنحل في التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، ما أدى إلى تعليق الجلسة من قبل رئيس النواب عقيل صالح إلى الأسبوع بعد القادم لاستكمال النقاش حول إصدار القانون. الجلسة التي حضرها 400 نائب شهدت نقاشات حادة وصلت إلى عراك بالأيدي بين نائبين أدى إلى تعطيل الجلسة لدقائق قبل أن تعود لاستكمال النقاشات التي كان جلها قد تركز حول المادة 8 من قانون الاستفتاء. وتنص المادة 8 من قانون الاستفتاء على أنه إذا لم ينل مشروع الدستور ثقة الشعب تنتهي أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويقوم حينها مجلس النواب خلال 30 يوما باختيار لجنة من 30 عضوا تتولى صياغة مشروع الدستور على أن تتم أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من قبل مجلس النواب. ويقوم مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة بإحالة مشروع الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لغرض الاستفتاء، نصوص لاقت معارضة كثيرة من النواب الذين رأوا بأنها ستعرقل إصدار القانون والتصويت عليه، متهمين اللجنة التشريعية بالمجلس بالتلاعب بنصوص المادة، اتهامات رد عليها رئيس اللجنة التشريعية رمضان شنبش قائلا بأن النصوص المضافة كانت مقترحا مقدما من اللجنة وأضيفت لعلاج الرفض المحتمل لمسودة الدستور من الشعب، مؤكدا حذف المادة الجدلية وإحالتها إلى اللجنة الفنية الخاصة برئاسة مجلس النواب. المادة 8 طبعا هي كانت مقترح مقدم منا نحن كلجنة تشريعية، لكن في ذات الوقت اليوم وأمس وضحت للسادة النواب أن هذه المادة أضيفت ولكن لسبب آخر، وهو أن تقدمنا للسيد رئيس مجلس النواب بتعديل دستوري، مشروع تعديل دستوري عاشر يتكلم عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فعلى أساس أن إذا رفض الدستور ولم ينال ثقة الشعب يشكل تنتهي أعمال الهيئة التأسيسية وتشكل لجنة من 30 شخص من أساتذة القانون الدستوري. طبعا هذا النص استحدث، ولكن نظرا لأن ما كانش فيه نصاب للتعديل الدستوري وهو ثلثي أعضاء مجلس النواب لم يتم التصويت على التعديل العاشر، وتم إلغاء أو كما قلت لهم أنا أن إذا كان لم يتوفر هذا النصاب والتعديل الدستوري حيكون هذا النص لا محل له من القانون، ولذلك تم الاتفاق على حذفه إلى حين يتم التصويت على التعديل الدستوري بالنصاب المقرر وفقا للعند الدستوري. خلافات متجددة واتهامات متعددة وتدخل أطراف محلية وإقليمية لإعاقة المشروع الوليد، عنوان أزمة سياسية تحتدم بين أطراف القبة الواحدة هدفها بحسب الكثيرين إطالة عمر الأزمة وإدخال البلاد في متاهة تعقيدات جديدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيطاليا ستصبح المرجعية الوحيدة في أوروبا بالنسبة لليبيا، ومحاورا متميزا مع الولايات المتحدة حول القضايا الأساسية التي يجب مواجهتها. جاء ذلك خلال اجتماع جمع ترامب مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وإنشاء غرفة عمليات بالبحر الأبيض المتوسط إضافة لمسألة التجارة. من جانبه أعلن رئيس وزراء إيطاليا بأنه سينظم مؤتمرا لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا التي قال عنها أنها نقطة مغادرة رئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من الشمال الإفريقي. هذا وكانت وسائل أعلام إيطالية قد توقعت أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كممثل لبلاده في المؤتمر الدولي حول ليبيا والتي تسعى إيطاليا لتنظيمه بالخريف القادم.
وأشارت صحيفة إل سولي 24 إلى أن الدعم الأمريكي المأمول للمؤتمر الدولي سيشكل الاختبار الأول للتعاون الوثيق بين الطرفين بشأن الأزمة الليبية. هذا ووفقا لذات الصحيفة، فإن من شأن المؤتمر الدولي الذي سيلتئم في روما أن يمثل خطوة حاسمة في عملية توفير الظروف السياسية والأمنية والتي لا غنى عنها بغية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. أعادت سفينة تجارية إيطالية مساء الاثنين عشرات المهاجرين من البحر المتوسط إلى ليبيا في واقعة غير مسبوقة. وقال البرلماني الإيطالي نوكولا فرانتوني الذي كان موجودا على متن سفينة تابعة لمنظمة أوبن أرمز الإسبانية، قال أنه علم بأن أحد القوارب يحمل على متنه أكثر من 100 مهاجر قد تم رصده الاثنين على بعد 60 ميلا بحريا شمالي العاصمة طرابلس من قبل خفر السواحل الإيطالي، والذي أوعز بدوره لسفينة آسو 28 التجارية الإيطالية بانتشالهم من المتوسط. هذا وأكد النائب أنه إذا كانت إعادة المهاجرين إلى ليبيا قد تمت بأمر من خفر السواحل الإيطالي، فستكون إيطاليا أمام سابقة بالغة الخطورة وفقا لتعبيره. مرة أخرى يصبح إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا من جديد إحدى مهام السفن التجارية، حيث أعادت السفينة أوسو 28 التابعة للوكالة الإيطالية للمحروقات المعروفة بإني مساء الاثنين عشرات المهاجرين من البحر المتوسط إلى العاصمة طرابلس عقب رصد قاربهم على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي طرابلس من قبل خفر السواحل الإيطالي الذي أوعز بانتشالهم. هذه العملية دفعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحقيق في إعادة المهاجرين إلى ليبيا، وأكدت المفوضية أن ليبيا ليست ملاذا آمنا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتهاك للقانون الدولي بحسب وكالة أسوشيتد بريست الأمريكية. شركة إني نفت في بيان رسمي أي صلة بهذه العملية، علما أن السفينة أوسو تعمل لصالحها، كما نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني علاقة إيطاليا بهذه العملية قائلا إن المعلومات التي تروجها منظمات غير حكومية حول صلة خفر السواحل بالمشاركة في نقل مهاجرين إلى ليبيا غير صحيحة. بالمقابل قال خفر السواحل الإيطالي إن عملية الإنقاذ جرت في المياه الليبية وبالتنسيق مع حرس السواحل الليبي، وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أدانت إيطاليا بعد أن قامت سفينة عسكرية إيطالية بإعادة المهاجرين إلى ليبيا عام 2012، الأمر الذي قد يهدد إيطاليا ويعرضها للإدانة من جديد في حال ثبت تورط خفر السواحل الإيطالي في إعادة المهاجرين إلى ليبيا. في شأن ذي صلة، حيث قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم إن دورية حرس السواحل أنقذت 574 مهاجرا غير قانوني من بينهم نساء وأطفال، وذلك في عمليات متفرقة حيث كانوا على متن 6 قوارب مطاطية. وأوضح قاسم الأربعاء أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية متفرقة بينهم سوريون وليبيون أيضا، وذلك كانوا على متن قوارب شمالي غرب الزاوية وشمال الجربولي أيضا، مؤكدا تسليمهم إلى مركز إيواء تجورة عنزارة وجنزور أيضا. السابعة متواصلة وفيها بعد الفاصل. فايز السراج يؤكد استكمال الاستعدادات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. Mm-hmm.
ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا، ما دام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة. ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا، تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعه. فرصة المراجعة لم تنتهي، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ولنا في التاريخ أجداد إسوة، فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادرين على توحد اليوم. مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب، ومبادرة تحقق العدل، واتفاق ينهي الفتنة، صلح يعيد الأمن والسلام. فليبيا تستحق البناء، وشعبنا يستحق المصالحة. أهلا بكم من جديد. أغلق عدد من المحتجين في مدينة غريان بوابة الهيرة، وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في المدينة. وأوقف المحتجون حركة الدخول والخروج من وإلى غريان، مطالبين الحكومة المقترحة بالنظر جديا في أوضاع المدينة ووضع حل جذري لكافة المشاكل. كما نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان البلدية غريان، وذلك تنديدا بالأوضاع المعيشية والخدمية داخل البلدية. للحديث أكثر حول هذا الخبر ينضم إلينا السيد صلاح بركات، وهو الناشط المدني من مدينة غريان. سيد صلاح، أهلا بك بداية معنا في قناة تناصح. هذه المظاهرة التي خرجت في مدينة غريان تنديدا بالأوضاع المعيشية والخدمية أمام ديوان البلدية، أنت كنت أحد الحاضرين لهذه المظاهرات، حدثني عن التفاصيل لهذه المظاهرة. السلام عليكم. بداية حي وحي كل العاملين بقناة تناصح. حياك الله. نعم سيد صلاح. إن شاء الله. طبعا تم تنظيم مظاهرة اليوم، مظاهرة سلمية أخذ إذا طبعا من البيت الأحمر، وكانت هذه المظاهرة بإغراقي بأسلوب حضاري، وكان الهدف منها أهالي غريان استاءوا من الأوضاع المعيشية، قرروا الخروج. سيد صلاح يبدو أن هناك رداء في الصوت. سيد صلاح، سيد صلاح إن كنت في الاستماع، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صلاح بركات، نتمنى أن أو سنكون معك في وقت لاحق إن تمكننا من ذلك. بالعودة إلى الأخبار، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الأربعاء مع محافظ مصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، بحثوا آخر الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة من الإجراءات والآثار المترتبة على تنفيذه على المواطن. وأكد السراج خلال الاجتماع على استكمال الاستعدادات للرئاسية المقترح لوضع الخطوات المتفق عليها موضع التنفيذ. كما أكد محافظ المركزي الليبي جاهزية المصرف والقطاع المصرفي لتنفيذ هذه الإصلاحات. يعود معنا السيد صلاح بركات الناشط المدني من مدينة غريان. سيد صلاح، كان السؤال عن أو الطلب أن تطلعنا على آخر المعطيات، لماذا هذه التظاهرة في مدينة غريان بالتحديد في هذا الوقت الآن؟ كما أسلفت لك، يعني تم تنظيم المظاهرة بناء على رغبة الأهالي في مدينة غريان، كل الأهالي. هذه المظاهرة هي مظاهرة سلمية، ليس لها أي أغراض سياسية ولا لها أي قيادات، هي خروج الأهالي يعبروا عن ارتيائهم من أوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، وكذلك لتهميش مدينة غريان. بالفعل مدينة غريان مهمشة، حيث ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، لا كهرباء، لا ماء، لا وقود، الأوضاع الصحية للأسف سيئة جدا. إذن هذه مطالب مشروعة، ومن حق الأهالي أن تخرج مظاهرات سلمية لتعبر عن ارتيائها واستهجانها، وفي نفس الوقت لكي تصل رسالة إلى صانع القرار
في بلادنا لكي يضع حلول ناجعة وسريعة وعاجلة للخروج من هذه الأوضاع. هذه هي النقطة سيد صلاح، هذه المظاهرة موجهة إلى ديوان بلدية غريان برئاسة السيد العميد يوسف أبديري، أم أنها موجهة إلى السلطات العليا في الدولة التي لها سلطة أولى على يوسف أبديري وديوان البلدية؟ لا، هي موجهة إلى رأس الهرم، إلى السلطات العليا في الدولة الليبية، لأن حتى البلدية في حد ذاتها مهمشة، ليس هناك أي شيء في البلدية. البلدية حاولت وحاولت ولكن ليس بمقدورها أن تصنع أي شيء. الأمر موجه إلى رأس الهرم إلى صانع القرار في الدولة الليبية لكي ينظر إلى مدينة غريان. مدينة غريان مهمشة وعلى رأسها المجلس البلدي. نحن عندما تنظر أو ينظر رأس الهرم وصانع القرار إلى البلدية، نحن من يحاسب البلدية، نحن من سيحاسب البلدية بإذن الله. هذه غريان قادرين على أن يحاسب البلدية إذا كان مثلا سواء رأس الهرم أو حتى الـ يعني الجهة المسؤولة يعني تتواصل مع البلدية وتلبي رغبات البلدية ويفعل قانون 50 حتى يعطى للمجالس البلدية حقوقها وكل ما يتأتى لها، فإذا نحن سنحاسب المجلس البلدي إن شاء الله. طيب، كنت معنا الناشط المدني من مدينة غريان السيد صلاح بركات، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الاقتصاد بالحكومة المقترحة ناصر الدرسي مع مدراء شركات المطاحن والأعلاف ونقباء المخابز مشكلة حل أزمة ارتفاع أسعار الدقيق ودعم إعطاء عدم إعطاء الأولوية لصناعة الدقيق والأعلاف الخام داخل البلاد. وأوضح درسي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة بأنه تم تكليف لجنة منضبطة من مهامها زيارة المصانع ومطاحن الأعلاف للكشف عن المصانع الوهمية التي لا تعمل وليست لها قدرة إنتاجية، مشيرا إلى أن تلك المصانع سيتم إيقافها عن العمل وإحالة أصحابها للنائب العام، بالإضافة إلى أنه سيتم إيقاف استيراد الدقيق الخام والأعلاف الخام أيضا. من جهته أوضح رئيس اللجنة العليا لمراقبة المخابز علي أبو عزة أن أغلب المخابز أغلقت بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، محذرا من ارتفاع سعر الخبز إن لم تتدخل الجهات الرسمية. هذا وأشار أبو عزة أن بعض شركات المطاحن أخذت اعتمادات وباعت الدقيق في السوق السوداء، كل ذلك بحسب قوله. المشاكل من أول ما تكلمنا عن المشاكل كان الدقيق كان يخدم 140-160، تو حاليا وصل ل 300 دينار. ورغيف الخبز في المخابز اللي تشتري في الدقيق بالسعر الجديد ما تقدرش تبيعها بالاسعار هذه، قفلت لغايه ما يتم الدقيق اللي داخل المخابز حتوصل الفرده بدينار لو ما دخلتش الدوله ودارت حلول للشيء هذا. اصحاب المطاحن ياخذوا في الاعتمادات ياخذوا في الاعتمادات ويبيعوا بالسعر التجاري. للان عندنا اسماء المطاحن اللي تاخذ بالاعتمادات وتبيع في الدقيق السعر ب 280 و230 و250 بأسعار خيالية، والخباز ما يقدرش يتحصل عليه. شو بقول لك، شكار الدقيق واحدة منهم ويبيعوا فيه بالسعر التجاري بأسعار خيالية. من جانبه أكد مدير شركات المطاحن والأعلاف السيد جمال جويلي عن وصول باخرتين من ميناء الخمس ومصراتة محملتين بأكثر من 50,000 طن من الدقيق، مشيرا في تصريح خاص به تناصح أنه خلال 10 أيام فقط سيلاحظ المواطن انخفاضا في سعر رغيف الخبز. بواخر تفرغ واحدة في ميناء الخمس واحدة في ميناء مصراتة 25,000 طن لكل باخرة. حتاخذ الحقيقة يعني في من 4 إلى 5 أيام موضوع التفريغ هذا وإجراءات الحجر الزراعي والصحي، وحنخش على التصنيع يعني في خلال 10 أيام إن شاء الله حيكون الدقيق في الشارع. أكيد 75 دينار لسعر الطن. يعني في حل باذن الله اكيد عندنا الان لجنه من المخابز ومن الحرس البلدي محولين لنا 170 مخبز وقالوا في قوائم جاهزه ثانيه. ال 170 مخبز هذا حنسلم لهم الدقيق في بحر 5 أيام حنكمل. كشف المدير العام للمركز الوطني لمكافحه الامراض بدر الدين النجار تسجيل 4 حالات مصابه بالدرن المقاوم للمضادات الحيويه بالعاصمه طرابلس، واعتبرا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا جدا. النجار قال الأربعاء أن المركز حصل على جهاز الكشف عن الدرن المقاوم للمضادات الحيوية
من المنظمة الدولية للهجرة، حيث جرى أخذ 18 عينة اكتشف بواسطتها تلك الحالات المصابة بالدرن. هذا وأوضح أن إحدى الحالات المهاجرة غير قانوني وثلاث حالات لليبيين، منبها أن نسبة العلاج من الدرن المقاوم للمضادات الحيوية تكون ضئيلة جدا فضلا عن كونها معدية. استأنفت شركات النظافة الأربعاء عملها داخل مخيمات تورغاب العاصمة طرابلس بعد أن توقفت الفترة الماضية على غرار عودة أهل تورغاء إلى مدينتهم. البلدية تورغاء عبر صفحتها الرسمية أوضح أن ضعف الخدمات وتباطؤ العمل بالمدينة وعدم وجود أي مقاوم أو مقومات للحياة داخلها قد حال دون عودة السكان إلى مدينتهم، مشيرا إلى أن توقف شركات النظافة أدى إلى تكدس كبير في القمامة داخل المخيمات التي تعج بالسكان. اقتصاديا، هبطت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو. وانخفضت عقود الخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا لتبقى عند 73 دولارا و91 سنتا للبرميل، فيما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غربية تكساس الوسيط 37 سنتا لتصل إلى 68 دولارا و39 سنتا للبرميل بعد نزولها نحو 2% يوم الثلاثاء. إلى أسعار العملات لهذا اليوم. ختام السابعة، هذا تذكير لأهم الأنباء. فضيلة مفتي الديار الليبية يدعو المسؤولين للنظر في احتياجات المواطن وإيجاد حل لكافة الأزمات. في ظل تواصل الاشتباكات في درنة، وصول تعزيزات عسكرية إلى ميليشيا الكرامة. مهندسون نهر الصناعي الأجانب المختطفون يستغيثون حكومات بلادهم لإنقاذهم. تابعتم أيضا السراج يؤكد استكمال الاستعدادات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. أخبارنا تكاملت، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.